ردي يا زفت يا شحاته. يا لهوي يا خرشي، قوم غضنفر قوم قوم، ده انت ليله اهلك سودا مش مقضيه النهارده. قوم قبل ما اقوم ايالتك وشوفي بيكلمك في ساعه زي دي. قوم في ايه فرنتك السودا دي؟ قوم تعال بكده السرير واقع. يلا وريني وريني الزوجه الثانيه. يا خبر اسود، هو اسود بحق ده؟ انا هوريك كل الالوان. يا وليه يا وليه يا وليه يا وليه، اهدي شويه اهدي شويه وانا هفهمك. فهمني ايه؟ ها؟ زوجة تانية يا عرة يا عرة؟ طب ما تشطر على الأولانية الأول. ها؟ افصلي شوية يا لهوي، دي بتتصل تاني. استني لما اشوف عايزة ايه؟ ألو. أيوة يا شحات. أيوة يا سميحة. وكمان بتردوها صوت؟ خير، تحت أمرك. في مصيبة يا شحات. مصيبة ايه؟ بطل طياراتي بدل ما أكلك بسناني. هو في ايه؟ ما تسكت اللي جنبك دول. لا 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 لا، مفيش حاجة، دي خناقه في الشارع، ما انت عارف العيال بتوع التوك توك. هو في حاجه؟ في مصيبه يا بجم، هو انت مش عارف حاجه ولا ايه؟ ها؟ لا لا ما اعرفش، اصل انا كنت نايم. طيب طيب هشوف واكلم حضرتك. مع الف سلامه. يا وليه حرام عليكي. انا رايي انك تتشاهد وتنام على جنبك اليمين علشان الموتة تبقى شارق. هو بقى بس هو بقى في سرير عشان انام على جنب اليمين. يا وليه عايز اقول لك، دي الست سميحه مرات الحاج فواز. وكاتبها الزوجه الثانيه. هي رقمها كده عامل ايه؟ غبي غبي يعني. ايه يا اختي؟ قال لك المخزن حصل له حاجه؟ مخزن ايه؟ هو دريان بحاجه؟ الراجل مش عارف اي حاجه اصلا وفي سابع نومه. ما يمكن يا اختي ما يعرفش. ما هو قال كده برضه. انا بدا الفار يلعب في عبي. ما هي بصراحه حاجه تماخل. معلش يا اختي، الغايب حكيته معايا. ما هو احنا لو عرفنا مين اللي كلمه هنعرف فيه ايه. السلام عليكم ورحمه الله. خير؟ خير. ايه اللي حصل؟ كنا عن ناس اصحابنا واحنا راجعين سياره طحشت علينا. مايا ما عرف تصرف، لقينا حالنا فايتين بشجره، صارت السياره مثل العجين. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش تخلي بالك. ألف سلامة عليكي، أنت شكلك كده عايزة تشوفي غلاوتك عندنا. الله يسلمك، رح جيب لك شي تشربه. تسلم، شكرا. كنت مراهنة نفسي أنك رح تجي بسرعة. وهو أنا أقدر أتأخر عليكي في حاجة زي كده؟ ليش ما بتعرف أنه أنت السبب؟ إزاي؟ سرحت بكلامك الحلو ونسيت نفسي أنا وسيئة. لا ماليش حق كده، انا كده غلطان. ما قد ما بتضلك تنق على العرس هيتنا رح نتاخر غصب عنا. لسه بدري قوي على الفرح، وعلى ما يجي هتكوني بقيتي زي الفل. دكتور قال لي حتى ابقى جمعه بالتخت وابقى اتحرك بعدين نتفه 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 نتفه. ده انت تتحركي براحتك خالص. تفضل يا فواز، بالريقك قبل الاذان. لا كتر خيرك، متشكر قوي، انا لازم امشي على طول، ما يصحش اقعد بقى في وقت متاخر كده. بيا ما لحق يخلص شغله وقال رح يجي بعد بكرة لأنه ما عنده غيرها، انت بتعرف. لا براحته خالص، وأي حاجة تحتاجوها لحد ما يجي أنا موجود. العربية خلص راحت للكسر. فداكي فداكي ألف عربية. بسيطة هيك هيك، كان بدك تغيري. هينا رح نقضيها بالتاكسي، لكن إجا البابا وشاف لنا شي حل. تاكسي وأنا موجود برضو. على ما تخفي وتقومي بالسلامه ان شاء الله هتكون اجدع واشيك واحلى عربيه موجوده قدام الباب تحت، ومعاها اجدع سواق. احنا ما عندناش حريم بتسوق هنا. عن جد عم تحكي؟ طبعا، دي اقل حاجه نقدمها لست الكل. بعدين انت مش قلتي ان انا السبب؟ خلاص، من اتلف شيء عليه اصلاحه. انت بتجنن يا فواز. بس هيك كتير يا فواز. كله بما يرضي الله. يا زينب، مخرب بيت مخرب يا بنت. يا زينب. ايوه يا ست جايه. يا بنت عامله لك شنطه هدوم كده. غسيل تاني يا بنت؟ لا، دي هدوم علشانك ما تنسيش تبقي تطلعي تاخديه. ياخد عدوك ربنا، يا رب يخليك ويكتب لك السعد والهنا يا حبيبتي. يا ستي ديك على قد نيتك يا اختي. يا رب يسمع منك يا رب. ده انا اللي هسمع بيكي الخلق والم عليك يا رب. لا اله الا الله يا نار. ده انا تضربيني ليلتي يا بنتي؟ يا جزمة، في عيال في البيت عيب نسمعهم فضايحهم.
استهدي بالله يا ستي، ما ينفعش، مش اصول اللي بتقوليه ده. اطلعي منها يا اختي انت، مفيش دعوه، خليها تعمر. وديها لاهلك، بتتحشدي في اللي مالكيش فيه ليه؟ اما انت صحيح غريبه، جوز ضرار وماسكين في بعض، انت ايه اللي حصلك في النص؟ لا انتوا الاثنين، ده انتوا عيله تشل، ربنا ايه؟ ربنا ياخدك يا شيخه. يخرب بيتك، عاجبك الفضايح اللي انت بتعمليها لنا في البيت دي؟ وانت يا اختي يعني عاجبك انك تضربي لي ليلتي؟ يا اختي هو مش كان عندك وهج منك؟ لا يا حبيبتي، المفروض لما يرجع يبات عندي. والله كل واحد بينام على الجنب اللي يريحه. لا يا حبيبتي، ده انت اللي طماعه وعايزه تجوشي على كل حاجه، مش كفايه يا وليه ان انت عماله تدحلبي له لحد ما بقيتي سره؟ عايزه ايه تاني يا انهار؟ يا اختي انا مش عايزه حاجه، انت اللي طالعه لي زي المدفع، انت اللي جايه بتقولي الشكل للبيع. ماشي يا انهار. طب قوليلي، ما قالكيش هو كان فين؟ ايه اللي حصل عشان يتنفض ويسيبنا ويمشي؟ ومين اللي كلمه؟ يا دي النيله يا بنت، انا مش قلتلك البضاعه كانت هتتسرق؟ والحمد لله ما حصلش. طب لما هو الحمد لله ما حصلش، ما رجعش في حضني ليه يا حبيبتي؟ ابقي لما يرجع اساليه يا غلاويه. حياتي عامل ايه؟ انا كويسه قوي. لا يا حبيبي انت براحتك، الله، روح تيجي اللي انت عايزه. اطلب منك طلب يا حاج، عايزه اروح لامي بعد الفطار اقعد معاها شويه. ممكن يا اختي؟ ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. ايوه برافو يا حبيبتي. طب لو جمعنا بقى ده مع ده هيطلع كام؟ 50 يا ماما. بسم الله ما شاء الله عليك يا حبيبتي، برافو برافو يا اختي. انت على طول نايمه على وداني كده ومش حاسه بالدنيا؟ في ايه يا سميح، مالك صوتك عالي كده ليه؟ في ان الهنم اللي تحت فاكره نفسها الزوجه الوحيده الفواز بيه، والباقي سلطه. طب قومي يا حبيبتي، قومي ادخلي اوضتك يلا. انهار عملت ايه تاني يا سميح؟ عملها اسود ومنيل بستين نيله، طماعه. يا سميحة انت كل شوية تعملي مشكلة في البيت، وامبارح يا اختي كنت هتخلينا نخرب بيتنا بايدينا بشكك ده يا اختي اللي ملوش اي لازمة. والحمد لله زي ما انهار قالت، ازمة يا اختي في شغل، دلوقتي عايزة توقعينا في بعض؟ هترتاحي يا اختي لما البيت يولع؟ بكرة يا اختي لما يطلقك ونرتاح منك ويرميكي في الشارع زي غيرك هتقولي سميحة قالت، ساعتها بس هتقولي متشكرين قوي لك يا سميح. طلقني؟ انا كان قلبي حاسس. على فكرة الحاجة هيفطر النهارده عند اخته حية. يا ساتر يا رب، شفتي عايزه تفرتني ازاي؟ يا رب يا اختي تموتي بقهرتك واخلص وارتاح منها. هو قال لك يا اختي انه هيطلقني؟ يا اختي توكسي، هو بيقول حاجه لحد غيرها؟ احنا في ايه وانت في ايه؟ اتفضل يا حاج، اتفضل اتفضل. وسع يا عم وسع، اتفضل يا حاج، اتفضل اتفضل، وسعه وسع. اتفضل يا حاج. اتفضل يا حاج. السلام على من اتبع الهدى. علي افضل الصلاه والسلام. الحمد لله على السلامه يا حبيبي. ازيك يا هناك؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي، كل حاجه جميله. الله، حلو قوي جمله كل حاجه جميله دي. البني ادم لما تبقى نفسه صافيه وعينه حلوه بيشوف كل حاجه جميله. الله جميل يحب الجمال يا حبيبي. على الله يا مدام هناء تكون العلاوة اللي صرفها لك الحاج بمناسبة عقد قرانك تكون أدت الغرض. طبعا طبعا يا حاج، كتر ألف خيرك. لو في أي بوستة ولا أي حاجة بدخليها لي، إنما بعد صلاة الظهر. مبروك. طب الله يا حاج. شكرا يا معبد. شكرا لله يا بيه. عارف يا شحاتة انت بتفكرني بيه؟ ايه يا حاج؟ بتفكرني بالمنبه اللي جنب ودني في كل اوض نومي، اكره رنته مع ان انا اللي ظابطه. يا حاج انا محسوبك ولحم كتافي من خيرك. يا عم احنا محاسيب ربنا. ها نمرة اتنين، طلبتك تاني؟ لا ما اتصلتش بعدها يا حاج. يا منجم يا مالك، حلو. والعربية؟ وصيت عليها زي ما امرتني. حلو. والسواق؟ جاهز ومستني اشارة سعادتك. على البركة، تروح شوف بقى ورانا مواعيد ايه النهارده. ما تاخذنيش يا حاج، هو حضرتك هتشتري العربية ال ال شحاتة ده ولا ايه؟ ده شحاتة اللي بيتكلم؟ ده شحاتة ده؟ يا شحاتة. أيوة.
روح شات. حاضر. روح شوف ورانا يا ابني. حاضر حاج. حاضر. الو، يا رب تكوني احسن النهارده. لا انا في الشركه. لا انا قاعد بطول النهارده. لا طب بصي بصي هكلمك تاني بعدين. على السلامة. صباح الخير يا حاج. صباح الخير. قول مين وصل وهيموت عشان يشوفك. مين؟ صفات يونس. حلو. مين صفات يونس؟ يلا افتحي بقك. هم هم انتش فاكره ازاي؟ صفات اللي كان معايا في الجامعة يا حاج. الله، هو بس سافر وانا طبعا زي ما انتوا عارفين انا ما كملتش. صفات يا حاج، معقوله مش فاكره؟ والله يا ابني انا دماغي فيها اللي مكفيها، ما بقتش تقدر تشيل اللي تقدر عليهم. بس ربنا يديك الصحه يابا ويخليك لينا. الله يكرمك يا بنتي. والنبي تاكل بقى، سيبك منها، سيبك منها، انت صايم، دي بتتدلع يا ستي. تتدلع براحه راحتها. ها بكره هتصوم مش كده؟ وما تصومش من النهارده ليه؟ تتعلم الصوم ماشي. حاضر يا خير. يا حبيبي تخيلوا. ما تقعدي بقى يا حياه، احنا كده عشان نقعد ناكل لوحدنا. اقعدي كلي معانا. يلا يا رب بس اللي جوه ده يفضل ساكت. ربنا يبارك لك. يا بس انا فرحان فرحان اني اشوف صفوة ده النهارده. مش عايز اقول لك ازاي يا علي، فرحه فرحه. ما بيني وبينك بقى فواز، احلى حاجه في الدنيا الصحوبيه بتاعت زمان دي. أيوة. صحوبيه لا فيها مصلحه ولا فيها طمع ولا اي حاجه. عندك حق يا علي يا ابني، صاحب العمر ده ما يتعوضش ابدا. عارف ليه يا حاج؟ لانه ده الحاجه الوحيده اللي انت بتختارها بمزاجك انت. انما كل ما عدا ذلك بقى فهو مفروض عليك، حتى الجواز. نعم يا اخويا. الا اذا كان يعني مرتبط بالحب والود يعني. كده تاني. اما في ناس جبانات بشكل. طيب احسن يا حاج. عسل والله يا ابو نوح، عسل. ماشي يا علي ماشي. خلاص بقى. اخبار الشغل ايه يا ابو نوح؟ الحمد لله ماشي. الحمد لله. مش ناوي بقى تيجي معايا؟ الموظفين اللي عندي كل اللي يهمهم في قصه الضرايب دي مرتب اخر الشهر. انما انت لو جيت معايا على الاقل هتبقى بتخاف عليا ولا يا حاج؟ طبعا يا ابني. عايز اقول لك على حاجه يا حاج فواز. قول. كل شيء في الدنيا اسمه نصيب، وانا شخصيا راضي بنصيبي اللي قسمه لي ربنا من رزق. الحمد لله. جرأيه يا فواز، جرأيه يا اخويا. ما ايه انت مكسوف ولا ايه؟ وايه اللي يعكننه بقى في اللي انا بقوله؟ ما كل واحد حر في نفسه. مش كفايه ان انا ساكت على اللي بيديهولي كل شهر وبقول اي حاجه بتتم بين اخ واخته؟ فواز نفسه يعمل لنا اي حاجه يا علي، وده من حبه فينا. والله العظيم عارف، عشان كده نفسي ما اطلعش قليل قدامه، نفسي ما يحسش ان انا بمد ايدي واكبش من خيره. هو انت لما تشتغل معاه تبقى بتكبش منه؟ بص يا حياه، واضح قوي ان القصه دي كل ما بنفتحها بتفتح علينا ابواب مشاكل ما بتخلص، وانا شخصيا مخنوق من المشاكل دي. عشان كده عشان خاطري سيبيني الحق اروح اصلي العشاء. يا علي انا زهقت والله العظيم، زهقت. مش عاوزه اتكلم واحنا في ايام صعبه مش باين لها ملامح. يا علي محدش عارف بكره فيه ايه. انا كل اللي عاوزاه ان احنا نامن نفسنا ونبقى حياه. انت عارفه كويس قوي ظروفي من اول ما عرفنا بعض، وانا ما ضحكتش عليكي. ما دام رضيتي يبقى استحملي. أنا مستحملة عشان بحبك يعني. ما بتحرمنيش حياتي إني أرفع راسي قدام أهلك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. حرام عليك. أيوة أيوة. سمع الباب انت. النهار ايه المفاجأة الحلوة دي؟ يا اخويا خد مني دراعي خدل. يا حبيبتي طب ما كنت تكلميني انزل اخد منك الحاجة بدل ما اطلعي بيها على السلم. اخيرا يا اختي افتكرت ان ليكي اهل وجاية تطمني عليهم. يا اختي وحشتيني.
يا رمضان كريم. الله اكرم. الله. هو جوزي سامع بلوبة اداك اذن تزوري اهلك ولا انت جايه من وراه؟ ما تدخلش عليا بالحامي قوي كده يا تسوقي، شويه لما القط نفسي. حبيبتي سيبك من الكلام ده، انت وحشاني. وانت كمان، انت يا واد ما بتعديش عليا ليه؟ امال فين المزغوت شعبان؟ راح فين؟ نزل من شويه. انت ايه ما جبتيش معاكي مني عامل ايه؟ معلش هجيبه معايا المره الجايه. يمكن يكون بيستقر من ست ولا من خلاله. ما احنا راضي بطه السودا. بطه ايه وزت ايه يا تسوقي؟ ده وقته كلام زي ده؟ اسم الله يا اختي. يعني اللي جه وقاله الشملول جوزك هو اللي كان يتقال؟ قال ايه ياما جوزي؟ ولا كان جاي ليه اصلا؟ مش كان جاي يعمل الواجب؟ مش كان جاي يطمن عليكو؟ اللي شايف منكو المر الوان وشرب القسا كاسات، ومع ذلك عمل بالواجب وعمل باصله وجاي يطمن على اهله واهلي، وانتوا نزلتوه دمه محروق. طب اسكتي اسكتي واكفي على الخبر مجهول. بقول لك ايه يا نهار؟ ونبقى فارق بقى اللي انت بتقوليهم كل مره دول، خلاص حفظناهم. بتسمعيهم من ساعه ما اتجوزت يا هاني. من يوم ما اتجوزت يا اخويا وانا بحاول افهم فيك، ده ابن عمي وجوزي وابو عيالي، ومش هسمح لحد يهينه ولا يعكر دمه. يعني ايه الكلام ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده تهديد ده انا بسميه ايه؟ افهمه زي ما تفهمه يا اخويا، المهم تسمعه كويس. جرابت ما تفوق لنفسك يا حبيبتي، انت جاي على اخواتك عشان راجل؟ الراجل ده يبقى جوزي يما وانا مراته. مراته؟ اسم الله مراته. ده انت حياله نمره، نمره بنست طويله عريضه يا نهار. كتر خيرك يا اخويا، يا ابن امي وابوي. على فين يا نهار؟ ولا انت مش طايقه تقعدي في بيت ابوكي؟ زي ما بتقول كده يا اخويا، ده بيت ابويا وجاي اشوف اللي فاضل لي من اهلي فيه، واللي لسه فاكر اني اخته. جرالة ما تفوق لنفسك، شيل البت من دماغك عيب. البت مهما كانت ولية ومش بإيدها أي حاجة. نبي يا أم خليك أنت بس في التراسين، مجيش دعوة بينا. خد نايل بلا هم. أمال سبتنا ليه بره وجيت قعدت في أوضتك لوحدك؟ أنت عايزاني أقول لك إيه يعني؟ أنت عارفة إخواتك، مش قادر أستحمل أنا الأسلوب بتاعهم ده، اتخنقت. يا ود أنت أقرب واحد ليا في البيت ده. تعرف؟ مع انك الصغير بس ساعات بشوف فيك ابويا الله يرحمه، وبحس انك ضهر اللي باقي لي. ربنا يخلي لك جوزك. اي ست في الدنيا مهما عاشت واتجوزت وخلفت بتفضل متعلقه في قشايه بيت ابوها، ولو اتقطعت بتحس كانها تعرض في وسط زحمه الناس والكل بينهش فيها. اوعى تقطع القشايه دي. انا هتجنن متلخبط من بيتش فاهم اي حاجه. انا بشوف منهم اللي يخليني اشيل من جوزي، وبعدين بشوف فيك اللي يخليني احطه فوق راسي. انا بقيتش عارف مين ليه حق عند مين. اوعى تكره زيه، الكره بيعمل عينه وبيقسي القلب ويخليك تيجي على اقرب الناس ليك. واديك شايف اخواتك كرهوا فواز فجم عليا وسمعوني اللي عمري ما كنت متخيل اني ممكن اسمعه حتى من ضرايري. ما هو ده اللي هيجنني. انت ازاي يعني قابله ان كل شويه يتجوز عليكي ويجيب لك دوره تقعد على قلبك كده؟ صاحبك على عيبه، وبعدين هو مين فينا خالي من العيوب؟ ايوه بس دي كرامتك. عمره ما داس لي على طرف ولا عمره ما مسها زي ما اخوك المعفن عمل دلوقتي. سمر انا كل اللي عايزه من الدنيا دي ان اشوفك مرتاحه. راحتي في قربك مني وحنيتك عليا اوعى فيهم تبخل عليا بيهم. ماشي ماشي. ازاي يا ترى اهو ده اللي جرى؟ ازاي يا ترى اهو ده اللي جرى؟ اهو ده اللي جرى. وانا 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 ما اعرفش ما اعرفش. انا اتفضل يا حاج. السلام عليكم ورحمه الله. ينفع الكلام ده في رمضان؟ سمع هوس احلى سلام وتحيه للمعلم الكبير، الكبير قوي اللي ما بيسالش عن صحابه. مين؟ فواز الصياد بنفسه عندنا هنا في العوامه. ايه النور ده؟ يا جزم يحيى وصفوت وفريد.
وزي ما انتوا ما اتغيرتوش برضو. انت اللي اتغيرت كتير قوي يا صاحبي. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ بالحضن يا حبيبي بالحضن. اهلا ازيك يا فريق؟ اهلا ازيك. سلام للتقوى والهدى والبشار العيد اللي على الابواب. حبيب قلبي يا فواز، انا بقى عايزك تقلع العبايه دي وتفك نفسك. ها الله، ارجع الله فواز بتاع زمان. اه والله اقعد اقعد كده برضه يا زكي، هتضيع لنا الصيام والعمره. دي شويه تفاريح يا فواز، وبعدين احنا هنا اصحاب، عايزك تاخد راحتك على الاخر. ها سيبوكوا بقى من شغل الثلاث ورقات ده وطمنوني عليكم. عاملين ايه؟ زي ما احنا، بس ده شويه هم على شويه نكد، ودينا عايشين زي الطير ما بيعود عيشه. زي الطير ما تعود عيشه، زي الطير ما تعود عيشه، زي ربنا يبارك لك يا اما ويتوب عليك. استغفر الله العظيم يا رب. ايه يا عم فواز؟ ما تغني معانا يا عمنا. حد الله يا عم، انت عارف اني ماليش فيه. يبقى تشد النفس ده. يا اختي ليه؟ تقل لي ده احنا في شهر رمضان وشهر مفترق. انت هادي يا يحيى، مش كنت باك ليفت زمان؟ يخيبك. يا جماعه ده احنا في شهر رمضان، شهر المغفره. ينفع الكلام ده يا مصفط؟ هنعمل لهم ايه بس يا حاج؟ هنعمل لهم ايه؟ ما هم اصحابنا، والمثل بيقول لك صاحبك على عيبه، واحنا طول عمرنا نقول لهم حرام وهم ما فيش فايده. ايه اللي جد يعني؟ حبه تفريح بدل منطق خدناها جد قبل كده، وصلنا لايه؟ زي ما انت يا فريد، زي ما انت. وزي الطير ما تعود عيشه، زي الطير ما تعود عيشه. سوي كله تمام والحكايه ظبطت. شش اكتب دلوقتي، اكتب دلوقتي. ايه يا جدع افهم يا ابني، انا جاي افرحك. ايه ايه يا مسغود، كنت بتقول له ايه؟ قول، ما انا نفسي افرح معاكو. نهار لا، ده مفيش حاجه، ده اصلهم ادوني علاوه في الشغل وكده. يعني انا عارفه انك انت بتحب الكنافه البلدي، عملت لك صينيه، تعالي كلي معايا. معلش يا ماما، ماليش نفس، تأخرت ولازم امشي. ما بدري يا نهار. بدري من عمرك يا ماما. حمار يا ابني، طول عمرك مدب ومسحوب من لسانك. بس ما تقولش مسحوب من لسانك. وبعدين انا مش عرفني انها هنا. بتتودودوا على اي واد منك له؟ يا لهوي، ما ترحمني بقى، ارحمني كمان. عايز تجيب منها عائله عشان يقسمني في اللي هتسيبهولي؟ يا بت فال الله ولا فالك، حد يقول كده؟ دي الملف السعد برضه. انت بتبشري على ابوكي؟ يعني انت جوزتها وقلنا ماشي؟ معلش، راجل قاعد لوحدك في البيت، اهو واحده تونسك بدل ما انت قاعد لوحدك بس تخلف منها، اهو ده اللي مش ممكن ابدا. وانا قلت لك انها حامل؟ انا بقول لك نفسي، نفسي. هتحاسبين على اللي في نفسي كمان؟ طب عيب، عيب، انت داخل على الستين، يعني اسكيوز ميه، بقيت تشاطيب. لم الدور، عيش لك يومين حلوين اتدلع فيهم انبسط، بدل ما تخلف وتجيب عيال ووجع قلب وهم. فشر. ابوك لسه بصحته، واساليها. ريلي اي ام فيري سوري بقى، بصراحه دي وسعت منك. خلاص قفلي على الموضوع ده، انا اساسا جاي لجوزي. هو فين؟ عايز منه ايه؟ حاجه ما تفهميش فيها، هبقى اجيله بعدين. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حمايل عزيز؟ ازيك يا جوز بنتي، جيت في وقتك، عاوزك. بابي اوعى. بابي الله يرحم امك، اتوكلي انت على الله، عايز اتكلم مع الراجل. لا مؤاخذه يا حاج. سلولي يا بيبي سلولي، يلا اعملي لنا حاجه نشربها بقى. حاضر. يلا عسل. عاوز اتكلم معاك في كلمتين. ومالك بتتنفض كده ليه؟ تعالى نتمشى شويه في الجنينه. يلا فواز يا ابني، انا وقعت من السما وانت سلقتني. خير؟ بس انت محتاج فلوس؟ لا فلوس ايه، انا في ظروف ما ينفعش فيها الفلوس، انا في ازمه لا ينفع فيها لا مال ولا بنون. يا ساتر يا رب، خير ان شاء الله. مش عارف اجيبها لك ازاي. جيبها لي دغري، هو في احلى من الدغري؟ خلاص بالاخر كده هجيبها لك على بلاطه بقى. قول بابي، جبت لك عناب تشرب، يمكن تهدى شويه.
لا انا مش عايز. خلاص بقى اتكل على الله. هو في ايه يا عم شهيد؟ والله يا فواز يا ابني انا في البيت رقبتي بقت زي السمسمه، جربت كل وصفات العطار لكن مفيش فايده. هي دي الحكايه. ده انت حكايه. والله مكسوف منك يا عم. انا ارحم من غيري. قول. لا لا كده هتزعلني، هتخليني اندم ان انا فضفضت معاك بالكلمتين دول. اولا بلاش عنان. ليه بلاش عنان؟ ده حتى ساقع. انت جاي تشرب ولا جاي تفهم؟ لا جاي افهم. يبقى بلاش عنان. خلاص بلاش عنان. ثانيا تاخد حبايه من العلبه دي بعد الاكل بساعتين وهتدعي لي. ابوس ايدك. استغفر الله. ابوس ايدك يا جوز بنتي. ثالثا ترشيد الطاقه. يعني ايه؟ يعني ما تبعترش البوس كده عمال على بطال. ايه ده؟ عشان تشحن في الجون. في الجون يا جوز بنتي. وعلى راي المثل ادي العيش لخبازه. ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا. ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره. إنه كان توابا. إنه كان توابا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اخص عليك يا منعم وانا قلبه الدنيا عليك. تعالي يا انهار تعالي. بسم الله ما شاء الله. منعم صوته حلو قوي في قرايه القران وبعرف اغني كمان. بس يا ودي يخرب بيتك عشان ابوكي يسمعنا يا نايل عيشتنا. ده انا جسمي كله بيترعش يا حبيبتي من حلاوه صوته. عارفه وانا لما ببقى زعلانه بجيبه يقعد يقرا لي شويه وساعات بغني كمان. يا ودي يخرب بيتك ابوك هيطلقني. يلا عشان تتصحى. بقول لك ايه يا انهار؟ نعم. انا يا اختي عايزه اتكلم معاكي شويه. روح انت لزينب خليها تاكلك وتنام بعد كده على طول. العيال دي كلت؟ لا يا اختي ما كلوش. روحي يا حبايبي يلا عشان تتعشوا مع اخوك. يلا تاكلوا كويس. مش عايزه حد يسيب في طبقه حاجه. حاجه بص على الاطباق. ايه المزغوده عملت فيكي حاجه تانية؟ لا يا اختي مش حكايه سميحه خالص. امال حكايه ايه؟ مش عارفه يا اختي مالي. بقالي كتير كده النوم طاير من عينيا وحاسه بقلق وبحلم بكوابيس كتير قوي. احكي لك يا اختي؟ لا يا اختي ما تحكي. اوعي تحكي. الحاجات دي بتتحقق وبعدين مش صح. انت اول ما تصحي تزفي على شمالك ثلاث تفات وتستعيذي من الشيطان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو انا ليه يا اختي مش عارفه حاسه كده ان على طول فواز هيطلقني؟ عشان انت خايبه. وفواز ما بيطلقش واحده مخلف منها وعشان كده ما بيخلفش من الرابعه اللي كل شويه بيجيبها لنا. انا ماليش حد يا انهار. امي ست كبيره ومش هتستحمل تشوفني مرميه بعيالي. دي ممكن تروح فيها. يا خايبه فواز عينه زيغه لكن عمره ما هيعمل حاجه وحشه في واحده مننا صدقيه. انتي قريبه منه يا انهار. اوعديني يا اختي لو في يوم حسيتي انه ممكن يعملها معايا تقفي جنبي وما تسيبنيش. ما تخافيش يا هدى ما تخافيش. ربنا يستر يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت فين يا شحاته من الصبح؟ حاج سأل عليكي 4 مرات. اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه؟ ما انا عايش مع جرمق في البيت عبال ما خلصت منه وجيت. جرمق؟ تخلفت ولا ايه؟ اخلف؟ اخلف ازاي؟ اخلف ازاي وانا اللي عارف لها اول من اخر؟ عمرك شفت واحده ست عباره عن كتله واحده من غير اي تضاريس؟ يلا اللهم اني صايم. يا شيخ ده انت مفتري قوي حرام عليك. مفتري؟ الناس ليها 4 على الفرازه وناس ليها واحده ب4 حجم عائلي. هو ناوي على 4 ولا ايه؟ وانت مالك انت بتخليكي في حالك؟ ده انت رخمه قوي. بقول لك ايه؟ هو الحاج جوه؟ لا الحاج راح على المصنع وبيقول لك حصلي. ماشي. صحيحه هناء. هي حكايه الجواز دي كانت بجد ولا حركات عشان العلاوه؟ اذا كانت على العلاوه اجيبها لك وعليها جوز جنيهات هديه. ايه رايك؟ بس انت انقذيني حتى ولو عرفي. رمضان كريم يا استاذ شحاته. وحوي يا وحوي. يا اخواننا رمضان كريم.
اتفضل يا حاج. حط لها خلفاوي العبايه على الترابيزه دي. يلا بسرعه خلفاوي. قول لي يا مرسي. نعم يا حاج. اخبار التصميمات الجديده ايه؟ خلصت يا حاج، ومفروض شحاته يجيبها ويجي، وانا كلمته قال لي ان هو في الطريق. حلو، روح شوف بقى وصل لحد فين. يعني يا حاج. ايه يا شحاته؟ ايه يا مرسي انا قصرت. وصل يا حاج. معلش يا حاج اتاخرت، شارع زحمه قوي، وبعدين في طلبيات كتير قوي من دول. ده طبيعي يا شحاته، ما احنا داخلين على العيد يا ابني. خد منه التصميمات يا مرسي. امرك يا حاج. هات. بقول لك ايه يا شحاته؟ ايه رايك في التصميم ده يا شحاته؟ اميزنج يا حاج. ايه رايك في التصميم نفسه؟ اميزنج يا حاج، يعني الله ينور. ده صوت شحاته ده ولا ايه؟ ده شحاته اللي بيتكلم انجليزي. انت بتاخد راي مين بس يا حاج؟ باخد راي كنبه. طب استاذن انا بقى يا حاج. اتفضل. بقول لك ايه يا مرسي؟ وامر يا حاج. انت هتعدي على محلات الهرم وفيصل، وانا وشحاته هنروح محلات ابويا. لازم نلاقي طريقة نصرف بيها البضاعة دي قبل ما نفتح المول. انت تؤمر يا حاج، بس بعد اذن قطع كلامك يعني يا حاج، الحق اخطف العصر قبل المشاوير دي كلها. تعالى يا مرسي هنا. عصر ايه اللي تخطف؟ خير يا حاج. استغفر الله العظيم يا رب. تعالى يا مرسي. اؤمر يا حاج. انت رايح تقف بين ايدين ربنا، رايح تسلم نفسك لربنا. ما صحش بقى تقول اخطف. ركز في الكلام ده يا مرسي، ده احنا بندور على رضاه. رضاه طول عمرنا بنتعلم منك يا حاج. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم، كلنا بنتعلم وهنفضل نتعلم. الحمد لله. ايه رايكم بقى نتوضى ونصلي العصر جماعه كلنا، وربنا يجعلنا من الخاشعين. امين يا رب. ايوه جاي روز على سيجن ديبا مع الدنيا النابله. احلى تشبه اهو، احنا كده قفشنا السكه اللي تجيبه ارض ارض. ناخد حقنا ونشفي غليلنا ونقول حق برقبتي. طب وهتعمل ايه مع امك؟ امك هتتجنن عشان تفهم احنا بنتودد في ايه. لا يا حته امك، الكلام اللي بينا ده ملوش دعوه بلاده الحريم. امك تديها كارت احمر، ما تبصلهاش ولا كلمه يا شعبان. تقع منها كلمه كده ولا كده نلبس الاسره الحديد، واحنا مش وش ذلك. بقول لك يا تسوي، يا الحدوته بتاعتنا دي فيها طرف تالت. طرف يا اخويا؟ طرف تالت؟ تعبيط يا. طب والتليفون؟ التليفون اللي جالك امبارح في نص الليل واتسحبت عشان ترد عليه. أنا صحيح ما سمعتش المكالمة كلها، لكن سمعت طراطيش كلام حوالين الحدوتة بتاعتنا. حسيني على الحوار كله ابن والدي، ده أنا معاك في مركب واحدة. برافو يا شعبية. برافو. تلاقيني يالا؟ ترمي ودني؟ يا غبي. دول اللي هنفذوا العملية. أنت فاكر أنا وأنت قدها؟ أنا وحضرتك اللي عايز تعلق جلوكوز؟ ما تبقاش غبي بقى يا شعبان بقى، وخليك معايا ومفيش وقت. معاك. معاك يا ابن والدي. تليفوني يا استاذ زوقي. قابل. تيجي تطلع كده على الكورنيش كوبايه حلا بس يا قمر. نلعب عريس وعروسه. ده انا اللي هطلع اهلك عليك القرف. هيط يا عرق يا زباله يا عرق الرجاله. انت بتقولي ايه يا بنت؟ انت مش عارفه انا مين ولا ايه؟ اعرف انا مين ايه؟ انا هتجوزك يا روح امك جريه. ده انت مستقفيني ولا ده انا ادفنك مكانك. قولي يا بنت تعالي هنا. بنت اما تبتك جريه يا رجاله. هي رجاله ماتت في 73 ولا ايه؟ ما تلحقوني يا رجاله. بنت خدي يا بنت. وانا ايه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ عايز انت كمان يا بنت الحكايه كده؟ عين عينك وفي رمضان كمان؟ البنت بتاعته لازم انا اربيها ولا اقرب لها اشرحها؟ شرحه قدام الحربيه. يا كلب يا حربيه. احسن امشي يلا امشي. يلا يا زباله يا رم. احسن. اهدي وبل ريك بعناب. تشكر يا حاج. خلاص ما بقاش في اخلاق ولا ربايه. خلاص خدوا عزاهم بعيد عنك. ده انا نازله في امان الله اشتري لي طرحتين. شوف يجرالي اللي يجرالي ده في لمح البصر. معلش حصل خير حصل خير.
احنا ما عرفناش الاخت اسمها ايه. هو انا جاي اشتري طرحتين ولا جاي احجز في مستشفى حكومه؟ لا مش القصد، هو قصد بصراحه يعني في كلمتين محشورين في زوري من اول ما شرفتينا المحل. وصبر على نفسك كل ده ليه؟ خد لك بقين من العناب ده بلعهم بسرعه عشان نخلص. بكلمك جد، انا ما بهزرش. اصل انت بقالك كم مره تيجي تنقي وتشتري، ويعني المحل عدم مؤاخذه ما فيهوش الا طرح وعبايات، وانت قصدك يعني عشان انا مش محجبه وكده؟ مش حاجه غريبه شويه؟ ما غريبه للشيطان يا حاج. انا هبقى اجي بكره انقي اللي انا عايزاه عشان انا اتاخرت. السلام عليكم. طب فهميني الاول يا حاج. كل واحد أقدر بظروفه، وأحسن حاجة إن احنا نسيب البيبان بترابسها زي ما هي مش منوجعش دماغنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بيبان إيه وترابيس إيه؟ الله 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 الله، ده اللي سمعته طلع بصحيح بقى. سمعت ايه؟ شقاوة زمان دبت فيها الروح. وين قليل الادب كان لازم يتربى. ومين بقى اللي صحصحت ايام الاكشن؟ ايه قول لي مين؟ الحق يا حاج. في ايه؟ الواد اللي انت ضربته بالقلم جاب اهل منطقته وجه. يا بيه يا اخويا. خد ابويا وخش جوه. لا ما سمعتش فواز. جوه فواز. We'll be right back.